واللي بغيت نعرف انا غير فين كنتوا الاخوان، تنقول لكم وكنغوت الكونترات فابور، كونترات فابور، شوفوا اللي يدفع لكم. خاصك تفهم، خاص من هذيك الساعه فاش درت انا الفيديو كاين القانون ديال الكونترات الموسميات والغير موسميات، وكاين البادانتي وكاين الدوميستيك، وخاصك تفهم وتلقى اللي يدفع لك الكونترا فابور. شي واحد من العائله يديرك خدام عنده في الدار والله تيجيبك بالله، كيما دابا دفعوا بزاف ديال الدراري سال عليهم الله وخرج لهم الكونترات. شحال تقامها الطالب؟ تنبر ديال 16 اورو، دار له السكنه تقامت يدوني تالوجاتيف العبار ديال الدار تقامت لي 100 اورو ولا 150 اورو. خلص طالب في مكتب الخدمات بشحال خلص طالب؟ نديرو 300 اورو. شحال غيطلع هاد الطالب هذا كامل؟ شحال غادي يطلع؟ غيطلع ب 500 اورو طالب، وماشي كونترا فابور هادي يا عباد الله، ماشي كونترا فابور، ماشي تشوف شي واحد من العائله اللي دفع لك هنا. وكنطلب من اي واحد هنا في الطاليان الا كان بامكانه يديرها يشوف يعتق شي واحد من المغرب يجيبه، الله يرحم ليكم على الوالدين. خسر عليه هاد 1000 اورو، خسر عليه هاد 1000 اورو عتقو يجي هنا، ما تجيبوش للدار لا، سير سكنو مع شي واحد، سير سكنو مع الزوافريه. كانت بنت سير سكنها مع الدريات وقاد ليها الوريقات ديالها، ونهار تخدم ان شاء الله ممكن انها تعاونك وترجع لك ال1000 اورو. تديروا في سبيل الله بحال عاونتي هذا السيد ولا السيده اللي ما عندهاش وباغا تجي تطلع للطاليان. وراه مول المليح باع وراح بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الكونترات، باع وراح بحق هكا في قانون، حتى في قانون ديال 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 الكونترات عقود العمل. صافي كنتي معقول وخدام والناس كتعرفك، راه هو كتدبر على راسك وكتبدا تعمر كيف ما كتشوفوا معايا هنا. هذا ديديكاس الاخوان من حصري من المكتب ديال الطلبات تعمار الاخوان ديال القانون ديال الكونترات، ما تسمع عمر. دابا هذا دابا بحكم ان الناس كيدخلوا عندي بزاف بغاو كونترات، واش كتعرف اخويا شي واحد؟ لا توسط لينا، دخل لينا، خيط بخيط ابيض، شوف لينا شي واحد ندوروا معاك نعطيوك. المهم انا اش نقول للناس، انا ما كن ماشي كنشد انا فلوس ولا، المهم انا اش نقول للناس، كنقول لهم شوفوا راه اللي معقول وكيخرج الكونترات راه وحبس، راه هو لقى داكشي اللي بغى، راه بقى غير يكليكي، غير ينقر، غير يرسل الطلب نهار 18 ولا 21 ولا 25. شكون اللي باقي دابا كيشد في الدراري؟ شكون دابا الا مشيتي عندو غادي يشدك؟ هذاك الشفار، داك النصاب هو اللي غادي يشدك دابا. اما مول المليح كما قلت لك باع وراح. الناس اللي كتدخل كتقول يا خويا خيطنا بخيط بلاد لا لقيتي شي واحد، هذه من طبيعه الحال ماشي خدمتي انا، الخدمه ديالي هو كنوصل لك المعلومه طبيعة الحال ديال القانون ديال دكريت وفلوسي، امتى يتفتح امتى يتسد، اشنو طالبين واشنو خاص، ونشارك معاك المعلومات كامله اللي بغيتي. انا ما كندفع ما والو، فاش قلنا لهذا السيد هذا قلت له راه كاين شي دراري الا بغيتي تدفع لي تدفع ليهم، قال لي يا خويا راك كتشوف دابا رانا صافي، بقى لي عن بقى لي عن كليكي عن ارسل، وماشي هو بوحدو، ماشي هو بوحدو، الناس معقولين اللي خدامين كيف ما قلت لك، غادي يبقاو دابا غير نصابه، غير الشفاره هما اللي غادي يبقاو. وهذا الفيديو هذا ميساج للدراري اللي كيقلبوا، ردوا بالكم، ردوا بالكم بزاف، وردوا بالكم مزيان الا تمشيو تصيدوا، ردوا بالكم راه بقاو دابا على الشفاره الا ما ندخلوا في التفاصيل. هذا ديديكاس للصفحه ديال صدى المغتربين والمتابعين ديالها. اسمع تفكرتك اخويا يوسف، نقول ندير لك ديديكاس من بينيفينتو وبرينديزي نابوليتاية. ايوا في خاطر صدام المغتربين احنا مازال خدامين اخويا، احنا صايمين ما عندنا لا غدا لا نعس. كيدير اخويا يونس انت بخير؟ عين صحيحة مزيان، الله يسخر لك والله يسخر لجميع الدراري اللي باغيين يدفعوا في هذا القانون. هادشي اللي كنتمناو اليوم اخويا، هادشي بخاطرك بخاطر كاع المتتبعين ديالك واللي كيتيقوا فينا، هادشي اللي كاين اخويا يونس.